خلينا ننتقل للأستاذة الحاجة فايزة الضوي ومحافظة أسوان، وأهلا بيكي ومبروك عليكي وأهلا بكل شعب أسوان الجميل. أهلا بيكي حاجة فايزة، يعني احنا بنبارك لك على المركز ال17 في هذه المسابقة، وعايزين نسأل حضرتك وتحكي لنا تفاصيل اكتر. انا عارفة ان في ظروف صعبة حضرتك مريتي بيها، وعارفة ان الحياة ما كانتش يعني مكفية حتى المعاش بتاع زوج حضرتك المتوفي، وكان مبلغ ضئيل جدا بيصل ل 200 جنيه. ممكن تحكي لنا اكتر عن التفاصيل؟ احكي لكم. الحمد لله الحمد لله اللي وصلنا له. الحمد لله انا موظفه اولا، وكان سالبني برضو المعاش مع ان كان قليل شويه، بس الحمد لله يعني مريت بظروف، وبمجرد ما قالوا الام المثاليه متهيألي زال كل التعب وكل الصعاب، مع اني الحمد لله الحمد لله. وكل كان كل شهاده بياخدها ابني ويطلع ويتخرج كنت بنسى اي حاجه. صحيح. بنسى اي حاجه. كان هدفي كله اني يحصلوا على شهاداتهم. حضرتك عندك 5 ولاد، ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك وتفرحي بيهم دايما يا رب، بس صعب تربيه 5 اولاد وخلينا نقول بمعاش ضئيل. عملت ايه عشان تكون حضرتك تجربه ملهمه لغيرك كمان؟ عملت ايه عشان تقدري تربي 5 باموال قليله زي ما بيقول؟ الحمد لله وبستر ربنا. وبعد كده انا كنت من يعني مدبره من دخل البيت، المذاكره، الاولاد كانوا برضه مساعديني على اني بيتقبلوا اي حاجه، مثلا ما حدش بيطلب طلبات كتيره. فاهمهم الظروف والحمد لله. كنت بتشتغلي شغل يدوي زي ما سمعنا عشان تساعد شويه، زي ايه بقى الشغل اليدوي؟ شغل يدوي زي ايه؟ الحمد لله الحمد لله. كان الخرز كده والعقاد الخرز ان شاء الله كده. حاجه فايزه، هو انا عايزه ابارك لك وحييكي على كم الرضا اللي موجود في صوتك وفي اجاباتك كلها، والحمد لله اللي بتقوليها دايما، وهي دي اللي مخلينا مكملين وماشيين حياتنا بشكل صحيح. حضرتك من اسوان، والرئيس كان لسه يعني يمكن لسه راجع النهارده او امبارح بالليل من اسوان، شفتوا الحدث ده كان عامل ازاي واستقبلتوا يعني الرئيس ازاي؟ انا كنت في اسوان من فترة وكنت شايفة قد إيه شعب أسوان ده شعب طيب بالفطرة، كله يعني شعب بشوش وبيحاول يساعد الكل. لما الرئيس بقى يجي أسوان عملتوا إيه هناك؟ إحنا كان بالنسبة لنا 3 أيام فرح عندنا إحنا، والفرحة الرابعة تمها باختيار الأم المثالية، يعني كانوا 4 أيام فرح كده بالنسبة لي. يا رب أيامك كلها فرح. ربنا ربنا يديم عليك الفرح. الله يخليكم الله يخليكم ويبارك في حضرتكم. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا شكرا على اللقاء. شكرا. مع السلامة.